اهلا بيكم، حلقه جديده النهارده، فيديو جديد. قررت اعمله عشان نرغي عن الابراج في الحب. النهارده الفيديو رغي شويه، يعني بان انا لقيت نفسي متضايقه شويه، فقلت بقى ايه، بحب اعمل لايف كده نقعد نرغي شويه عن الابراج في الحب. خلونا نمسك الابراج كده بالترتيب، نقول ايه ميزه وعيب كل برج في الحب. يعني لما انت ترتبط فيه، ايه الحاجات اللي هتعجبك فيه قوي، والحاجات اللي هتحبها فيه قوي، والحاجات اللي انت ممكن تضايقك منه في الحب. قولوا لي بقى انتوا برج ايه، وقولوا لي ايه اكتر حاجه مثلا في الشخص اللي انتوا مرتبطين بيه هو برج ايه كمان، واكتر حاجه بتحبوها فيه في الحب والارتباط، واكتر حاجه بتضايقكم منه ايه. يعني قولوا لي رايكم. طيب كالعاده كمان بليز ما تنسوش تتابعوني على السوشيال ميديا، على الانستغرام وعلى الفيسبوك، وتقولوا لي بتتفرجوا عليا فين، انتوا برج ايه. طيب خلونا نبتدي برج الحمل. انا برج الحمل من الابراج المريحه نفسيا في التعامل معاها في الحب، لان هو شخص صريح شويه. يعني الحمل لما هيحبك هيجي يقولك ان هو بيحبك، هتعرف على طول ان هو بيحبك، مش هتحتاج مجهود ان انت تعرف ان هو بيحبك. الحمل من الابراج الرومانسيه جدا، اللي لما بتحب حد تهتم بيه قوي، بتديله كل طاقتها، بتديله كل اهتمامها، بتديله كل مشاعرها، فهو هيبقى معطاء جدا في الحب. يعني بيهتم، بيغير بجد غيره تخليك حابب حبه كده، هو غيوره، عنده حب تملك تخليك تحبه وتحب حبه كمان. بيهتم جدا بتفاصيل اي حد بيحبه، تلاقيه يقعد يعملك مفاجآت كده في الحب، يجيب لك، بيركز قوي في كل حاجه انت بتحبها، كل حاجه انت بتكرهها، عايزك تكون مبسوط، فهيعمل كل حاجه علشان يبسطك. اكتر حاجه بتضايقني من برج الحمل ان هو بيبيع بسهوله جدا. يعني هو مش بيبقى باقي على الشخص اللي قدامه قوي، يعني فجاه ممكن تعمل حاجه بسيطه جدا، ان هو حساس قوي، بيقوم فجاه قالب الترابيزه بسرعه، غير ان هو عصبي جدا جدا، واحيانا بحس ان هو اناني شويه. يعني ايه اهم حاجه عنده هو بس، او هو من كتر عشقه وحبه لنفسه بتخليه دايما نمبر 1. وكمان الحمل بيحب اهتمام غير طبيعي، يعني هو عايزك تهتم بيه اهتمام اوفر، هو دايما يحب يكون سنتر اوف اتنشن، فدايما عايزك تهتم بيه، عايزك يعني ايه تحتويه، فيبقى محتاج مجهود كبير شويه في الحب. وهو ملول جدا وبيزهق بسرعه جدا جدا، فبالتالي هيبقى دايما عايزك متجدد، لان هو من نوعيه الناس اللي هتزهق بسرعه قوي في يعني بيزهق، يعني ملول يعني. طيب بس انا بحب برج الحمل. رومانسي هوت كده، وهو برج هوت وساكستي. 6 وراجل بيهتموا بنفسهم قوي، شكلهم حلو، بيهتموا بريحتهم، نضاف كده. نيجي عند تاني برج انا بحبه جدا، وبرج الثور. برج الثور لما هتحبه، لما هيحبك هيبقى يعني انت بتاعه، يعني انت وهو حاجه واحده، يعني هيعمل كل حاجه في الدنيا عشان يخليك مبسوط. هيبقى هدفه الاول والاخير ان هو يسعدك، هو كريم جدا في حبه، معطاء جدا جدا جدا. يعني لما بيحب حد بيديله بعطاء، بيديله بشغف، بيديله بباشن كده. برج الثور من ابراج التاتشي كده، يعني لما بيحبوا حد بيحضنوهم، بيهتموا بيهم، يعني مش هيخليك تحتاج لاي حد في الدنيا طول ما هو معاك. برج الثور لما ترتبط بيه، اعرف ان انت وبس، ما فيش حد غيرك، لان هو من الابراج المخلصه قوي قوي قوي، هو مخلص جدا فعلا. لما بيرتبط بحد ما بقاش شايف غيره، ما بقاش حد، لو ملكه جمال العالم او احسن راجل في الدنيا جه قدامه، هو مش شايفه، هو مش شايف غير الشخص اللي بيحبه بس. فبالتالي بيبقى شخص مخلص جدا جدا في حبه. لما بيحب حد عايز بيتفاول الامام، بينصحه، بيبقى عايز يوريه العالم كله، عايز يزقه لاحسن حاجه في الدنيا، عايز ينزل يخرجه ويوديه في كل حته، يحل مشاكله. مشاكلك هتبقى هي مشاكله، هيبقى مصدر دعمه، مصدر قوه قوي جدا جدا. الثور عيوبه بقى ان هو مش بيعبر عن مشاعره بسهوله. يعني الثور ممكن يكون بيحبك جدا جدا، بس هو مش سهل يعبر عن اللي جواه، هو حساس جدا جدا، وما بيتكلمش وما بيظهرش، يعني هو حساس قوي وبيزعل بسرعه وغيور جدا جدا، وعنده حب تملك وحب تسلط، بس هو بيعرف يتحكم في مشاعره بطريقه قويه جدا جدا، لدرجه ان انت ما تقدرش تفهم هو بيفكر في ايه او هو عايز ايه. فبيبقى غامض شويه، او في حته صعوبه بالنسبه لاي حد مرتبط بيه. طيب نيجي بعد كده على برج الجوزاء، وانا برضو ده من الابراج اللي عندي اصحاب كتير جدا وبحبه جدا جدا. برج الجوزاء من الابراج، طول ما انت معايا هتبقى مبسوط، بتضحك، انرجي، طاقه، هتحس ان انت معاك 20 شخص في نفس الوقت، مش محتاج اصلا حد تاني، لانه هو هيعمل كل الشخصيات، هيلعب كل الالعاب قدامك، هتحس ان انت دايما عايش في فن، مرح،
شخص هيديك دايما بتضحك، دايما بتهزر، منطلق، بتخرج لما تحتاجه هتلاقيه بيدعمك، شخصية قوية، شخصية ليها حضور، يعني هتكون مبسوط طول ما انت معاه، تبقى مبسوط جدا جدا، هتبقى حاسس بدعم كده، حاسس ان معاك شخص يونيك، شخص كده طموح، شخص عارف هو عايز ايه. طيب اكتر حاجه بقى هتضايقك في برج الجوزاء ان هو مودي شويه او سوبر مودي، زيه زي الحمل برضو، ملول جدا جدا، بيزهق، ما بيحبش الاهتمام الزياده. يعني برج الحمل لو انت مهتم، سوري، برج ان هو زهق وهو ملول جدا جدا، بيغير رايه بسرعه قوي قوي، فتحس ان هو متعب نفسيا شويه، ان انت مش فاهمه ولا فاهم هو عايز ايه، ولا فاهم هو رايح فين، ولا فاهم هو جاي منين. فدي حاجه هتتعبك جدا جدا في التعامل مع برج الجوزاء. عدم استقراره النفسي والعاطفي، وهو اصلا بيبقى ملخبط نفسه، فهيلخبطك معاه. طيب قولوا لي يا جماعه الكلام ده بيتفق معاكم ولا لا، قولوا لي بتتفرجوا عليا من فين وانتوا برج ايه، وقولوا لي اكتر حاجه بتضايق الناس منك في الحب ايه. ماشي. طيب ندخل بعد كده على برج برضو من الابراج المهمه جدا في الشانل عندي، وهو برج السرطان. برج السرطان بقى رومانسيه، الحب، الحب، الكلام الحلو الكتير قوي، الاهتمام المفرط، العشق بقى، اللي هو شخص مشاكلك مشاكله، هيبقى متبنيك لانه عنده احتواء وعنده حنيه وعنده يعني حب تملك قوي جدا جدا، زي الثور في الحته دي. يعني هو هيخليك ملك بتاع حياته، هيخليك سنتر اوف اتنشن بتاعه، مش عايز حد غيرك، مش عايزك تقرب. هو كمان عنده حب تملك، فيبقى بيغير عليك قوي، مش عايزك تقرب من حد غيره، مش عايز حد تاني يجي ناحيتك غيره، فهيبقى عايز يملى حياتك كلها فرح وحب وسعاده وغيره، وهو غيور جدا على فكره، حتى لو مبينش ان هو غيور، بس هو شخص غيور جدا جدا جدا. طيب برج السرطان مشاكله بقى في الحب ايه بقى؟ عصبي جدا جدا، يعني لما اتعصب خلاص بيبقى اوت اوف كنترول، لدرجه ان هو ممكن يأذي. يعني السرطان ممكن يأذي بسبب عصبيته، ممكن يأذيك اللي هو يوجعك، ممكن يعمل حاجات تضايقك، ممكن يعني عنده حب تملك وشكاك جدا جدا، دايما بيبقى شاكك ان انت، لا انت بتحبوش، انت ممكن تكون على علاقه حد بيراقبك، انت دايما تحت مع الجوزاء هتبقى، سوري، مع السرطان انت تحت المراقبه، لانه هو شكاك جدا، غيور جدا، عنده حب تملك، ما بيعبرش برضو عن يعني عن مشاعره، فبيجي مره واحده ينفجر. يعني هو ممكن يكون متضايق منك، ما بيقولش ان هو متضايق، بس مره واحده تلاقيه انفجر في وشك، فبيخزن شويه، فدي حاجه بتضايق الشخص المرتبط بيه شويه، عشان هو مش بيقول اول باول، وبيبقى غامض شويه، فانت مش فاهمه. فدي حاجة من الحاجات اللي بتضايق عصبيته، بيوجع بقى في عصبيته، يعني عصبيته بتبقى قوية جدا، لدرجة ممكن يعمل حاجة متهورة، ممكن يعمل حاجة مجنونة، بيبقى اجريسيف، بيبقى عدواني، انتقامي السرطان كمان على فكرة. طيب بعد كده نيجي لملك الغابة برج الأسد، اللي برضو بحبه قوي قوي. نتكلم عن برج الأسد في الحب، العطاء، الكرم، رومانسية، الكلام الحلو، الاحتواء، البروتكشن. انت برضو الحمل كده، انت مع برج الاسد، مع برج الحمل انت تحت الكحتح، تحت حماية قوية، معاك حد قوي سندك، معاك حد قوي واقف في ظهرك، انت مش محتاج حد تاني بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى، لان هو يعني ربنا ثم الشخص ده في الارض، لان هو مش هيخلق اي حد يقرب لك، غيور جدا جدا، انت هتحب غيرته لانه هيحس اللي هو عارف انت، اللي هو انت بتاعي، محدش يقرب منك، محدش يجي ناحيتك. برج الاسد كريم جدا في عواطفه، كريم في مشاعره، كريم حتى في خروجاته، هيخرجك في احسن اماكن في الدنيا، هدايا كتير كتير كتير، لانه كريم قوي قوي. عيوبه الاسد ان هو شايف نفسه شويه، يعني دايما تحس ان هو بيتكلم على نفسه كتير قوي، يعني دايما عايزك تقعد تنفخ فيه، دايما عايزك تقعد تديله الايجو بتاعه، تحسسه باهميته بالنسبه لك، تحس ان هو ما حصلش، ما فيش منه اتنين، نرجسي شويه، هو دايما شايف نفسه انا ومن بعد الطوفان، ما بيعترفش بغلطه بسهوله. ده راجل الاسد شويه بيبقى بيحب البنات شويه، يعني الست الاسد متسلطه شويه برضو، او هو برج الاسد عامه متسلط، عنده حب وتملك مرضي، ودي حاجه هتوجعك او هتضايقك، ان هو دايما انت هتحس انت مش صانع قرار خالص معاه. لو انت شخصيه قويه هتتعب مع برج الاسد، اللي هو مش عايز حد يقرر غيره، هو الاول والاخير هو اللي قرر، ومحدش تاني يقرر غيره. تدخل بعد كده على برجي هاي بيبل، ذس از فيرجو بقى، برج العذراء. عندي استعداد اقعد اكلمكم كتير، مميزاتي ملهاش عدد والله، ممكن اتكلم كتير 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 عن برج العذراء ومميزات برج العذراء. طيب العذراء كريم
كريم، فكريم يعني لما يحبك هيدفعك للامام، هيخليك مصدر اهتمام الوحيد. العذراء زي الزيتور، اللي هو لما بيحب حد بيبقى معطاء جدا، بيبقى كريم في مشاعره معاه، بس العذراء ما بيعبرش عن مشاعره بسهوله زيه زي الطور، بس هو هيدعمك، هيقف جنبك، هتبقى مصدر اهتمامه الاول والاخير، كل حاجه يقدر يقدمها لك علشان تبقى افضل هيعملها لك. العذراء مش هتحتاج اي حاجه لما تلاقيه هو بيحاول يساعدك، بيحاول يدعمك، بيحاول يكون مصدر قوه ليك. العذراء متعدد الامكانيات كده، تحس انه بيعرف يعمل كل حاجه، شخص طيب تلقائي، مش هتتعب معاه، لان هو لما بيحب بجد بيبقى صريح قوي، بيبقى زي كتاب مفتوح، مع ان العذراء عاده غامض ومتعب في الحته دي، الا انه لما بيحب حد وبيبقى اوبن اب للحد ده، بيبقى خلاص بقى، بيبقى انا وانت حاجه واحده. العذراء من الابراج اللي برضو الريليشن معاها بتبقى لونج ران، يعني بتبقى ريليشنز طويله، فلما بيرتبط بحد بيبقى عايز يرتبط معاه فوريفر اند ايفر، يعني عايز يفضل طول حياته مرتبط بيه، لان هو مش هيسيبه، يعني انا هفضل معاك فوريفر اند ايفر. فدايما تحس ان هو عايز علاقه طويله الابد. لو حبك هو عايز يرتبط بيك، عايز تبقى انت بتاعه وهو بتاعك. العذراء كمان هيغير عليك بس مش هيبين غيرته. العذراء مش من الابراج اللي بتبين غيرتها، يعني هيبقى متغاظ ومتضايق بس ما يحبش يعمل مشاكل عشان تبقى كرامته ناحيه عليه. العذراء هيدفعك لامام، هيحسسك ان انت تقدر يو كان دو ات، يعني تقدر خليك تقدر تنفذ احلامك، لان هو طموح جدا وجدع جدا جدا وخدوم، وهتلاقيك انت عايش معاه مبسوط لانه هو تلقائي، دمه خفيف، على طول بتضحك معاه. الحياه مع العذراء طبعا حلوه. عيوبه بقى يا جماعه ان هو حساس شويه، يعني بيزعل بسرعه، ما بيتكلمش، ما بيعبرش عن مشاعره بسهوله، يعني مش هيقعد يقول لك كلام حلو، يعني هو افعاله هي اللي هتعبر عن حبه مش كلامه، يعني هو مش هيتكلم كتير بس هيقول لك هيعمل معاك افعال تدل على، يعني مش هيقول لك وحشتني كتير، مش هيقول لك كلام حلو، يعني مش هيقعد يعني ايه. العذراء ده اتقل تاخد حاجه نظيفه، هو كده يعني. ما تحكمش على العذراء في البدايه، احكم عليه في النهايات يعني. طيب ندخل بعد كده على برج الميزان. برج الميزان يا دلع دلع، يعني شخص كده رومانسي جدا جدا، بروتكتيف، بيحب حد، بيبقى طموح، شخص ذكي، جدع جدا جدا، سبورتيف، طيب، فتحس ان معاك حد يعني انت معاه مبسوط، بيضحك، بيهتم قوي. الراجل ميزان وست الميزان رومانسيين، يعني هدايا بقى كتير قوي واهتمام وخروجات وحاجات كده، هم بيحبوا الانطلاق والسفر زيه زي الجوزاء زي الحمل. كمان بيهتموا قوي الشخص اللي بيحبوه، مشكلتهم بقى ان هم مودي شويه، بيغيروا رايهم، مترددين، مش مستقرين عاطفيا، مش مستقرين نفسيا، يعني تحس ان هو ups and downs كتيره قوي معاه. كمان تحس ان هو مش صانع قرار، يعني دايما عايز الشخص اللي معاه هو اللي يكون صاحب القرار الاول والاخير. الميزان ما بيحبش ياخد قرارات، فبالتالي هو انت ارتبطت بيه، خد بالك انت هتبقى decision maker، انت اللي هتاخد قرارات، انت اللي هتنفذ، انت اللي هتعمل كل حاجه، فهيعتمد عليك ان انت تتحمل مسؤوليته، عايز حد يشيله يعني او يقرر مكانه. كمان الميزان الابراج المودي شويه، يعني هما بيتغيروا بسرعه قوي، يعني ممكن يكون بيحبك وبيموت فيك وكل حاجه تمام، بقى كده حاسس انه زهقان شويه، فهو ملول برضو، في دي مشكله تانية، بيزهق بسرعه جدا جدا جدا، عصبي او عصبيته طليق اللسان، يعني الميزان لازم يرد، ما بيسكتش، لازم يرد ويرد رد يوجع يعني. الميزان شخصيته يعني انا بس باخد عليه ان هو لا، شخصيته قويه وكل حاجه، بس الميزان متسلط جدا برضو، غيور قوي قوي، بيسيب بسرعه. الميزان مش بيتمسك بالشخص اللي معاه، يعني سهل يسيبك يعني، ودني شويه كمان. طيب بعد كده برج العقرب. برج العقرب ايكوال رومانسيه، ايكوال حنان، ايكوال طيبه، ايكوال حب كتير كتير، ايكوال اهتمام، ايكوال عطاء في الحب. العقرب من ابراج رومانسيه جدا، مش هيخليك تحتاج اي حد في حياتك، حد ساكتشولي كمان اورينتد كده، تحس ان هو معطاء كده في كل حاجه في الدنيا. لا، العقرب من الابراج اللي انت هتتبسط معاها قوي قوي في الحب. هتتضايق من شكه، هتتضايق من غيرته، من تسلطه، شكاك جدا جدا جدا، مش هتعرف تاخد قرارات، هو دايما عايز يبقى صانع القرار الاول والاخير. هو متسلط في حياه الشخص اللي معاه، مش عايز حد يقرب منه، مش عايز حد انت مش موجود، لان هو عايز يبقى هو نمبر 1، يعني نمبر 1 في حياتك، نمبر 1 في ديسيجن ميكنج، نمبر 1 في كل حاجه. غامض، مش بتفهم هو بيفكر ازاي، فتحس ان هو غير متوقع بالمره، ودي حاجه مجهده جدا جدا، يعني عقرب الابراج المجهده
للناس المرتبطه بيها، لان هو مش سهل يعني. عقرب مخضرم قوي، مش سهل، ما تعرفش تتوقعه. العقرب كان راجل من نوعيه الرجاله اللي يحبوا الستات قوي يعني. الست كمان العقرب ديماندنج يعني، عقرب من الابراج اللي عنده متطلبات كتيره على يعني. فكره برضو العذراء ديماندنج في الحب يعني، عايز اهتمام اوفر يعني. طيب ندخل بعد كده، لازم اختصر عشان فيديو طويل قوي. برج القوس، برج القوس من الابراج البقى النعنشه والفرفشه والضحك، وتلاقيك عايش حياتك معاه، سفر وخروج وسهر وانطلاق يعني هو مشكلته انه مش رومانسي قوي، غيور جدا جدا، عصبي، اندفاعي، ردود افعاله في الحب يعني هتحس انه بتعصب بسرعه، غيور جدا، ويعني ايه مش بيفكر قبل ما يتصرف، بيتصرف بسرعه وبهوجائيه شويه. طيب بعد كده برج الجدي، برج الجدي استقرار، حياه مستقره، بارتنر بيخاف عليك، بارتنر مايند معاك، عقل قوي معاك، عقل شديد، عقل تقيل، شخص قوي هتحس بالحماية كده معاه، شخص مستقبلك معاه في امان، عارفه عايز ايه، عارفه رايح فين، جدع جدا 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 جدا، سبورتيف، حمول، صبور، كمان عذراء والتور صبورين جدا، والعقرب برضو صبور شوية بس صبور. ريليشن معاه هي ريليشن طويلة المدى، مشكلته ما بيعبرش عن مشاعره أبدا، ما بيقولش كلام حب كتير بس بيعبر عنها بالأفعال، مشكلته انه قليل الكلام شوية، ما بيتكلمش كتير، مشكلته ان هو غيور جدا 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 جدا، فيعني هتتعب من موضوع الغيرة. مشكلته ان هو كمان يعني عمل الزيادة على اللزوم، مش رومانسي خالص يعني. هو الجدي من الأبراج العملية قوي يا جماعة يعني، هو أهم حاجة عنده شغله، وقف شغله ونجاحاته وتفوقه يعني، دي من أهم الحاجات الموجودة عنده في حياته. طيب بعد كده برج الدلو، أوف أنا بحب برج الدلو قوي. طيب برج الدلو بقى الحنية، الطيبة، الجدعنة، الكرم، 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 حطوا 60 خط تحت الكرم، الطموح، الذكاء، الفرفشة، الضحك، الهزار، خفة الدم، استنى ما اشيل الدرب بتاع دي، معلش يا جماعة والله انتم مش غرب يعني، الطرحة دي مش مشكلة، انا هقفلها كده ويعني ايه. فالدلو كمان عطاء، رومانسية يعني، لا الدلو مش رومانسي قوي، بس لما بيحب بيبقى عنده حب تملك، عنده تحس انه open minded، بس لما تقرب منه كنت تلاقيه لا ده السيد قوي، او كمان ده مهم خفيف كرييتيف كده، تحس ان انت مبسوط معاهم، في طاقة كده، في باور، في انطلاق كده، في سفر، في خروج، في فسح، في افكار جديدة كتير بتتقال انت ما كنتش تاخد بالك منها. عيوبه ان هو مش بيعبر عن مشاعره، مش متوقع، غامض شوية، صعب ان ارضاء يعني، عشان هو عنده demanding جدا جدا، ملول قوي 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 قوي، برضو لما بتعصب بتبقى عصبيته متعبة، برضو الدلو عايز شخصية حد ياخد قرارات معاه. بس كده بعد كده اخر برج هنقوله برج الحب، برج الحوت اللي هو برج الحب، برج الحنان، برج العطف، برج الرومانسية، برج الجدعنة، برج الطيبة، برج حد هيبقى سوبر بروتكتف معاه، انت مش هتحتاج اي حد في حياتك لو معاك حد من برج الحوت، لانه هيغدق عليك بالاهتمام، هيكلمك كل يوم، هيجري وراك كده، هو حد ما بيحب بيبقى مدلوق اصلا، وبيبقى مبسوط ان هو مدلوق ومعطاء جدا، مش مدلوق بس هو بيدي قوي يعني، معطاء جدا جدا. عيوبه بقى ان هو جماعة قماص قوي 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 قوي، على طول بقى دراما 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 دراما. حاجة تانية عصبيته وحشة جدا جدا، انتقامي قوي قوي بس مش حقه. كمان لا غيور ومتسلط جدا جدا جدا. برج الحوت صعب شوية في عيوبه، كفاية بس القمص بتاعه، احضروا من قمص برج الحوت على فكرة، برضو عذراء قماص شوية والتور قماص شوية برضو. طيب احنا كده خلصنا الابراج في الحب، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، بشكركم، بليز يا جماعه عايزاكم تدعوا لي عشان الفتره دي عندي مشكله في صفحه الفيسبوك، عشان كده عايزه كل الناس تدخل، اضطريت ان انا اعطس، الفيسبوك بيج عندي فيها مشكله، فبليز عايزه ان انتم كلكم تدخلوا تدعموا البيج، وان انتم تعملوا شير للفيديوز على الفيسبوك، وتعملوا لايكس كتير على الفيسبوك، علشان عندي مشكله مع الفيسبوك كده، البوست بتاعتي مش بتظهر والريتش بتاعتي قلت، ف I need your support all. Thank you، بحبكم، قولوا لي رأيكم تحت في الكومنتس، والناس المعترض على كلامي تقولوا لي، أنا بحب، أنا أقول لكم بحب مين أبراج مين في الحب، وأنتوا قولوا لي، أنا أحب الحمل جدا، بحب العقرب جدا جدا، بحب الأبراج برضو اللي بحبها
بس راح في التعامل معاها طور برضو قوي. ميزان متعب بالنسبه لي، ده لو متعب بالنسبه لي. الهوائيين عامه يعني انا صعب بتعامل مع هوائيين عشان ترابيه برضو، انا عذراء، عذراء صعب بالنسبه لي، جدي صعب بالنسبه لي، مع ان انا عذراء بس جدي وعذراء صعبين بالنسبه لي. اسد صعب جدا بالنسبه لي، قوس صعب بالنسبه لي، ممكن حوت وكانسر برضو، لا صعبين برضو. انا بالنسبه لي توب 3 في الحب، وانتوا جاوبوا على السؤال ده مين اكتر ثلاث ابراج يعني تعرفت تتاقلموا معاهم. انا حمل، عقرب، تورس، they are my best يعني. ثانك يو، بحبكم قوي قوي، اشوفكم فيديو